بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هيا غدتنا يا ادم في الحلقه الثالثه والعشرين من حلقات دروس شهر رمضان أخيرا يا يعني في الرزق ده طلب الرزق لكن اللي نوفا ان أنسا الانسان ان السن از دا ربي تبارك وتعالى من اللي غاي خلق اسفلات نغيورا يعني الارزاق النغ يعني الانسان ان السن از, إز ربي تبارك وتعالى يورا يورا, 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 يورا فلات نغ الارزاق النغ من اللي غلا غي حاليا اللي اللي غيسنكا يعني 120 يوم يعني اربع شهور افلات نغيور ربي تبارك وتعالى الرزق نغاي اللي راه كله دار المقر الدنيا كله يجي وادي قوتنا نغي وادي دروسنا كل ما سيت الايه القران العظيم ان ربي تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كل نوفا للقرآن القران العظيم اذ ربي تبارك وتعالى يعني كتفلاتنا الارزاق يعني يورث فلاتنا يعني كل شيء ما يجي ما يجي ما كل شيء ما يخلق ربي تبارك وتعالى هن يورا في الناس ربي تبارك وتعالى يكتب في الناس ربي تبارك وتعالى الرزق غير اللي ريش ولا غاي اللي ريسو يجات يجات وادي دروسن غاي وادي قوتن نا في غير نوكني الانس يعني في كا في كم يرزق ربي تبارك وتعالى انما تسلم جميع المخلوقات جميع ما يخلق ربي تبارك وتعالى هن يكتباس ربي تبارك وتعالى يعني الرزق نز كان من ربي تبارك وتعالى غيات الايه يضني القران العظيم وما من دابه في الارض الا على الله رزقها اذا كل اوتليه دابة يعني غير الدنيا الدونيت بلا يغفلس يكتب ربي تبارك يعني الرزق اذا في ما يعني فعلا ربي تبارك وتعالى فعلا ربي تبارك وتعالى يرزق كل إما يخلق ربي تبارك وتعالى أي اللي غنفى الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحديث إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها إذا أنا استنيت من الرزق. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما يكتب إذا إلا غدونيت ها نرزق ها لا درس إذا ما نكو أي تكمل ربي تبارك وتعالى لا جا نسخ إذا الساعة اللي يكمل رزق كان الحديث هذا اللي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها رزقها هانو يعني يا تنفس بلا يكمل رزق اما هاني خصو درسي اللي رزق هانو رزق اللي يعني الزوال سخ دونيت هانو راي فوق دونيت نغد هانو راي موت فين ما يتما إذا الرزق يعني ورات فلاتنا ربي تبارك وتعالى يعني اجاتي نغ 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 دروس ولكن هان لا اذا لابد الاسباب اذا لابد اي نسكر الاسباب الى ها غير كي لتيني مشلوح كان رزق بلا الس... بلا سبب ورزيوان دلي كمل اذا ها نلابد بنادم ايسكر الاسباب نرزق واخا الفلات نغيوره ربي تبارك وتعالى اذا ولي الرزق يكمل ها ني اي من ربي تبارك وتعالى يعني ها نربي تبارك وتعالى يوم راغ انفتو يعني أن تغادر يعني المواطن يعني اللي غنزداغ نغدا نفتو توست ميزاريه جوجل ولا نفتو بواكيل انميت انسكر طلب الرزق كان من ربها تبارك وتعالى القران هو الذي جعل لكم الارض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يا ربي تبارك وتعالى ان هن ربي تبارك وتعالى هن يخلقكم يعني حتى اشال يعني ستون كله يستشرون جس الاسباب او افتوا تكوني ارجس شرم طلب رزق يعني ارتشر من الاسباب الاسباب الرزق اي اللي غنوا فالرسول صلى الله عليه وسلم ان غير الحديث التمس الرزق في خبايا الارض انك اخصى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سوى شر دونيت ارجس شرم لأسباب الاسباب النون إذا هي أنا درت إذا أنا هي كل الأدلة إذا بينا بنادم خصا الجسوري للكسل نقدر جسدي اللي نخدم مثلا أتشي جور إنك كانت رزقتي لا غفوس نربي هاتي بلاوك بلاوك خدمة إذا بلاوك فتوغ باش تسجل الرزق إذا ما يديت ما إذا هانو يوافق يعني السنة نربي تبارك وتعالى يعني الشريعة الإسلامية إذا هان السنة نربي تبارك وتعالى غوكال ما تيجان يعني أي فتو بنادم أي حول أي فتو يسجل خدمت نقدر أي فتو يخدم نغدا يفتو اي كرز نغدا يفتو اي رسل شجار نغدا يفتو يعني التجاره نغدا يفتو جامع المهن نغدا الحرف يعني اللي غا اللي غا املاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللي غا حلان اتجور اريد جور بنادم إذا غي كان من نوفا إيز لي إيجورن إينا يعني إيرجور غمد أي أي تضالف دار مدن أي تمتر دائما أي تمتر غدار مدن هان غميان ورتي حب ربي تبارك وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أي اللي غنى الرسول صلى الله عليه وسلم هاني يفشرني أن جيتون أي يفتو يا سي يا سي الحبل يعني الشريط نس يفتو ستاجند يعني يا ودك الشوطن إيز أريشتا

اي اللي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اي اللي غنى؟ لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني وقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه عمر بن الخطاب في لاسر دور بينا ادوري جور شرين يتون انك اوري خدم ولا ريت لي خدمت اريت طلب يا ربي اديت رزق يا ربي اديت رزق تسلم هاني يعني جنوان ورات سجيس الذهب ولا الفضة ما الطار إذا نار سجيس الأمان إذا نار أمانة ديت جنوان أو أمانة كله أي جان رزق كله ما يخلق ربي تبارك وتعالى أو سكر الأسباب يعني سكر الأسباب الفلاحة الزراعة يعني التجارة المهن الحرف يعني سكر الأسباب إذا إلا غنوفا ما

تحقن كل الحرف صام سكت ادم عليه السلام لكل يزقون سوكل اذا هن اجا أحرات. يعني تيوغا اري كرز أري, اري مجر اذا هن اجا نفن سيدنا موسى عليه السلام اذا اجا مكسا اي لغاك يخدم در دار شعيب اي لغنوفا سيدنا ادريس عليه السلام تنتا ادريس تنتا جا اخيط نفن سيدنا داود عليه السلام اجا احدد اذا نفن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا غلول اذا لك من بعد للصغاد من بعد يعني لسلاغاس في انا خديجه رضي الله عنها يعني لمن كرقس التجاره اذا هي المهنة عند فول أي تاخذ المهنة إذا أنا اللي غنوفا الإمام الشافعي في الله إنك سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لديد العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صال طاب وإن لم يجري لم يطيب الإمام الشافعي في الله سافر تجد عوضا عمن تفارقه سافر عند رن تفت يعني العوض زندو كان وليت في الخدمة زيد أشوف أتيخ سافر مثلا نفتغ سا أو مثلا الخارج اتي لحما لحمه, لحمة دات تاع شراغ لحمه يتو الناس سن... لحمه اللي يعني خدمت اوهوي ها نرن غير نتافت يعني زندوكان دوكان وليت فلتيم دوكان اللي لحباب اللي فلت خدمه اذا ها راه تندا غير راه تندا غير نتافت سلو قدره الهيه وان كون صف فان لديت العاشي في النصب يخصا التغط ها تطفي نختممت مثل ما لا اتجاني خفتي تخدمت يعني تاخت المهنانك نختفتي تخدمت استغروطنك يعني تخدمت صفه سننك ها نغي ناخذ مثل المعيشه إني رأيت إني كان زريق أما إني كي غبيد خشرا وقضاي إذا هان يغور إغور تفوغن ورارتك الشمن بقى من بدا هاني نكا تخسر ارت جون ارت رياح اين كان مامن يغسل دائما ديما نطهر نقين اذا غي كان الناس مثل الامام الشافعي يعني هو اللي يسكن الاسباب نرزق يعني ارجاز اللي افتنا ريت تغمر يعني افتو يخدم فوق يونس يخدم في تروانس اذا هاني ريت تيم كل غدار مدن الى العز يعني غدار بالعكس هو اللي بدا يجورني و يخدم و يردم لا حد لا حد و اللي ما يشتا وري اللي والو اذا الفرق كبير يعني بين يخدم دول دول وريخدم. اللي يخدم دوال دوال اللي يخدم اي اللي غنوا فهاي حيت كل غود اللي يخدم يعني فتان يعني الداخل في تونس الخارج يعني سكر المهن يعني الحراف يعني اللي دارس الفلوس شنسون سكر المحلات نسن مزيان يعني سكر الطوموبيلات نسن الى اخره اللي دارس الفلوس إيه ارتصدقني اذا إيه غميت اقمت يسجورن غوي اذا امتى يسجورن ورخدم ولا فتين لا سكر لا سباب نرزق اذا ها نرزق ما نزون دوكا نقول <سؤال> جورن اذا نور دارسني اللي كرا العز ور دارسني اللي كرا العز اذا نور دارسني اللي رزق هذيك من وعيشني يعني المعيشه الطيبه اذا هي يتما نوفان بنادم يخص أيسكر سكر اسلام ربي تبارك وتعالى اي فتو اي سافر اي غامر اي الارزاق نغدا يفتو اي يخدم نغي تاخذ المهن يعني اللي حل ربي تبارك وتعالى يحسحو اسفول كيت نديس حبوت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نخدم بنادم يعني يخدم لي يعني استغرو التنصوره وكي تاخذ ولكن يعني يخدم غير داخل دام اللي نتيني اخدم غير خدام الكرفي يعني ولاس اللي المهنه ولكن راه تخدم سفوس نس حتى ولي تخدم سفوس هاني لاقيس الخير بزاف فدي غودن هان نرجس تغفر ربي تبارك الله الذنوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم وإنما يكفرها السعي على العيال إن كان لأنك لأن الذنوب صغد الذنوب يضني إلا أنك لأن الذنوب صغد الذنوب الذنوب اللي يشقان ولا تنتمحي للصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ما تنزي محين أرتني محي إغي خدم بنادم يعني في تاروينز النهار إغي خدم بنادم ضلع عرق اللي تخدم يعني كذلك دا دا التعب دا المشاقة اللي يخدم إنك من خدمت وقوات هنرس كل اللي تفرب بتابرة كتلة الذنوب اي لي غنوفا ايتما اذا واللي يخدم راه تدقات يعني اي روح الفراشنس يفتويين هناك ها يعني ارمي يحس التعب ديال المشقه اللي خدمت النهار انا راسيتي ربي تبارك وتعالى نام مطمئنا فقد غفرت لك يعني جن اه جن تشتوا دي التهنان كل الذنوب اي لي غنوفا الرسول صلى الله عليه وسلم اما قريا السيد على ستنين سعد بن معاذ سعد بن معاذ يعني كان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم هي إيه مبشرين بالجنة إلى آخره هاتي اللي غيموتات هزاك العرش نربي تبارك وتعالى استغل موت إلى آخره على يعني كيما قالت عند الرسول صلى الله عليه وسلم انت كان تخدم سي فاس سنس كله باقي لي فاس سنس يعني ستيل بيغين لي تيلين غي فاس سنس ميت خشتو وشاقور ايجن غي كان الرسول صلى الله عليه اي وسلم أيسلم دا سعد بن معاذ يقدر سعد بن معاذ يقدر فاس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رضي سعد بن معاذ ادي جا فاس اللي كله يعني يبزقن اللي كله قرن فوق سوفوس الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جازو الحرير يعني رضي ما قالو فوس اللي قرن دو فوس الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اللي جازو الحرير و كان يريد أن يفوز ما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مد يدك يا سعد مد يدك يا سعد يعني جرد فوسنك يا سعد إن كري غي كاد ريت سعد بن معاد فوسنس إن كريت الرسول صلى الله عليه وسلم يمزا فوسن سعد بن معاد يقبلت يعني السودن غلو قدامه فوسنس ما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس والله إن هذه اليد لا تمسها النار أبدا الناس والله فساد ورسلت صفلا صفلا فيت إن جهنم أبدا صغميتها يتما إذا صغر كثرت له خدم يعني التعب المشقة اللي سير تخدم يعني فوق وينس يخدم في وين يخدم في العائلة إذا هي هل خدمت كله هاني اللي جسلا خير يقوتنا كذلك بلاد مرايا شرف المعيشة إذاً إيه طيبة يعني رد تخسوالو ريش شعشة جيوس ستة جون صغر فقرة الظل إيش كذلك الأسرة كل يحيط صغر فقرة الظل كذلك هاتي رد درسي إخ درسي اللي هاتي ريت صدق إذا إيه نريس كريف والكيتنا ريعون غل بنيان مزجديوين ريعون غل المستشفيات إذا إيه نريعون غل مصالح العامة إذا إيه نريعون غل الفقراء إذا إيه نريعون غل اللي مرضنا إذا إيه تنتفت اللي مالنس يعني رس سكتس يعني الدونيت يعني إيه اكتسب يعني انفعت ايه غدونيت ولا حتى غلي خرت او وعن غكاد يعني ياسر الكمال الحديث نغسى نضرب ربي تبارك وتعالى ادعو وفق على طاعه الله وطاعه رسوله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته